يا كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية وأبنائها الشرفاء فيما يقدمون في خدمة الدين والوطن وحماية هذا الوطن، وكل الشكر والتقدير لقطاع السياحة والآثار على هذه الدعوة الكريمة. والحقيقة هناك شبهات تتبناها الجماعات المتطرفة، وربما تجدون أسئلة كثيرة فيما يتصل بهذا القطاع بصفة خاصة. أول نقطة، في مغالطات عامة وفي مغالطات تتصل بعمل القطاع. إن شاء الله هنسيب مجموعة من النسخ، احنا تقريبا 50 نسخة، مش كده؟ في 50 نسخة تقريبا من كتاب ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وكتاب كيف نفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هبدأ بأمرين من الأمور العامة، هو أن هذه الجماعات في مغالطتها بدأت بمغالطتين، إما أن تكون مع الدين وإما أن تكون مع الدنيا. يقول لك أنت عايز الدنيا ولا الأخا؟ والأخا هم، يعني إما تبقى أنت عايز الأخا فتبقى معانا، أو أنت مش معانا تبقى أنت عايز الدنيا. فيبدأ بالخيار، أنت عايز ربنا ولا عايز الدنيا؟ نقول له هل في ما يمنع دينيا ان ربنا يديك الاثنين؟ ده ربنا علمنا ان احنا نطلب الاثنين، بس مفيش واحده تطغى على الايه؟ على الثانيه. ايه قال سبحانه؟ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ويقول الشاعر: ما اجمل الدين والدنيا اذا اجتمعا، واقبح الكفر والافلاس بالرجل. ولذلك بعض اهل العلم على ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر، لان الغني يكون يبقى عنده المال وعنده الشهوات وهو شاكر لله وحافظ نعم الله. الفقير ما تعرفش ربما وضعه ايه لو بقت جات له الاموال. ولما جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب اهل الدسور بالاجور، اهل الاغنياء، الدسور جمع دسار وهي اللباس النفيسة، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون ولا نتصدق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم عملا تلحقون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون لأحد فيه أجر إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة. علم الأغنياء بذلك فأخذوا إلى جانب أعمالهم يسبحون ويكبرون ويحمدون. فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، حتى ما علمتنا إياه سبقنا إليه الأغنياء. طب بالله عليك، لما يبقى الغني بيصوم ويصلي ويؤدي فرائض دينه ويذكر الله، طب أنت عايز إيه؟ عايز الأمة تبقى مجموعة متسولين وعواطلية، ولا تبقى أمة منتجة وتعمل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مين الزاهد بقى الحقيقي؟ قالوا: ليس الزاهد من لا مال عنده. مش الزاهد اللي ما عندوش، الزاهد من لم تشغل الدنيا قلبه ولو ملك مثل ما ملك قارون. ده النبي بقى اعتبر ان الغنى مع الصلاح افضل نعمة من نعم الله. قال: انما الدنيا لأربعة نفر: رجل اعطاه الله مالا وعلما، عنده المال وعنده الايه؟ العلم، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه، فهو بارفع المنازل، ده عند ربنا.
واحد اشتغل وعنده الاموال بس الاموال لم تضغه، وانما هو بيعرف حق ربنا في المال، اتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيها ربه ويصل فيها رحمه ويعرف لله فيها حقه، فده باعلى الايه؟ اعلى المنازل. طب اللي بعده، رجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا، فبص على الرجل الغني يقول يا سلام، انا لو كان عندي مال كنت بنيت مستشفيات ومدارس وكنت عملت زي الرجل الصالح اللي بيعمل ده، فهو بنيته فأجرهما سواء. الثالث بقى، رجل آتاه الله مالا الخطر ولم يؤته علما، فلا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقه، ده المال الدقمة، فهو بأخبث المنازل. اللي زيه بقى رجل، اللي احنا قلنا ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، اللي وداله المال والعلم وبيتقى ربنا، أسوأهم ما عندوش وما بيتقيش. الرابع بقى، لم يؤته الله مالا ولا علما، فشاف الراجل اللي بيصرف ماله على الحرام وعلى الشبهات قال يا سلام، ده أنا لو كان عندي مال كنت عملت زي الراجل ده، فهو بنيته فوزوهم ايه؟ سواء. فالزهد مش عملية تملك أو لا تملك، الزهد في القلب وليس في المال. ليس الزاهد من لا مال عنده، الزاهد من لم تشغل الدنيا قلبه ولو ملك مثل ما ملك قارون. يبقى التركيبة الأولانية، انت عايز الدنيا ولا الآخرة، دي مغالطة. احنا عايزين ربنا يكرمنا في الدنيا ويكرمنا في الايه؟ ولذلك بنقول ان ثواب تعلم الطب لا يقل عن ثواب تعلم الفقه، طالما انك انت نيتك خدمة البشرية ونفع الناس، وتعلم الهندسة لا يقل عن تعلم التفسير، لان مش هتطلع الامة كلها مشايخ. ربنا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة جماعة ليتفقهوا في الدين، طب والباقي مجموعة في الطب ومجموعة في الهندسة ومجموعة في الصيدلة عشان لعمارة الكون. يبقى الجانب الاول، لا مانع ان يجمع الله لك الدنيا والاخرة، بل كل الفضل ان ربنا يجمع لك الدنيا والايه؟ والاخرة، ويخليك تتقى ربنا في المال اللي عطاه لك. المغالطة التانية، انت مع الدين ولا مع الوطن؟ يقول لك انت، هو ما بيقولكش انت مع الدين ولا مع الوطن. طبعا انتوا عارفين ان هذه الجماعات دخلت في عداء مع الانظمة، فاعتبرت ان نفسها الدين والانظمة ضدها، وبما ان الانظمة ضدها يبقى الانظمة ضد الايه؟ الدين. يبقى اي حد مع الانظمة يبقى ضد الدين، واي حد بقى مع الوطن بقى مع الانظمة. يبقى فيقول لك انت عايز بقى الدين ولا الوطن؟ نقول له هما الاثنين ما يتفكوش عن بعض. انا اديكم بس نموذج، الدول اللي اتشردت والناس اللي راحوا في مينامار، الراجل اللي قاعد زوجته في دولة وبنته في دولة وابنه في دولة، او قاعد في مخيم مش لاقي شربة مية ولا مدرسة ولا صحة ولا هو ده هيبقى في عقل لخدمة الدين او لنصر الدين؟ ده انت هتطلع اجيال مشردة. الوطن، الدين لابد له من وطن امن مستقر، من غير وطن امن مستقر انت ممكن الان بنضرب ائمة ونحلهم وعندك جامعة ازهر وعندك علماء، طب الدولة اللي دخلت في حروب لا تنتهي وفوضى ودمار، حد فاضي فيها يعلم ولا يدرب ولا ينصر دين؟ الدين لابد له من وطن امن مستقر يحمله ويحميه. ولذلك احنا اخرجنا كتاب اسمه الكليات الست. الكليات الست، الدين والوطن والنفس والمال والعقل والعرض والعلماء جميعا بلا استثناء، ان العدو اذا دخل بلدا من بلادنا وجب على اهل البلدة جميعا ان يدافعوا عن بلدهم. قالوا ايه؟ ولو فنوا جميعا ولو هلكوا جميعا، ولم يقل احد عليهم ان يتركوا بلدهم وان ينجوا بانفسهم او بدينهم وينشروا الدين في بلد اخر.
وإنما قال وجب عليهم أن يدافعوا عن بلدهم ولو فنوا جميعا. ولذلك نقول مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان. وبعدين إذا كان واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن جاء من يريد أن يجتاح مالي يعني يأخذ مالي بالقوة؟ قال لا تعطه. قال فإن قتلني؟ قال قتل. قال فإن قتلني إلا دفاع النفس يريد أن يجتاح مالي عرضي؟ قال لا تعطه. قال إن قتلني؟ قال قتله دفاع عن نفسك أو مالك أو عرضك. قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته لو أنا اللي قتلته؟ قال هو في النار. فالعلماء يقول لك إذا كان اللي بيدافع عن ماله هو شهيد فبالك بقى اللي عنده نبل وشهامة بيدافع عن مال غيره أو عن عرض غيره أو عن وطن؟ ده شهادة أعلى، لأن الأولاني كده لازم يدافع، ده بيدافع عن نفسه، لكن كونه يضحي بنفسه في سبيل الآخرين ده أعلى درجات النبل والشهادة والشهامة. ولذلك قالوا إن الشهادة في سبيل الوطن هي أعلى درجات الشهادة، لأن فيها شهادة ونبل معا، فأعلى درجات الشهادة هي الشهادة في سبيل الآخرين. في عدة نقاط أخرى بقى تفصيلية، يجي يقول لك يا عم ده أنت بتحمي شوية أوثان وشوية أصنام وقاعد جنبيهم. أقول لك المعابد دي كلها وجميع الآثار هي موجودة قبل الإسلام ولا بعد الإسلام اللي عندنا؟ قبل الإسلام. طب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا مصر لم يهدموا أثرا واحدا ولم يتعرضوا له على الإطلاق؟ يعني كان أصحاب النبي يدخلوا ويسيبوها لو هي محرمة؟ الأصل أين تأتي الحرمة؟ فيما صنع ليعبد. لم يحدث في تاريخ الإسلام إن أصحاب النبي دخلوا بلد فتعرضوا لتمثال أو تعرضوا لصنم لتمثال أو لأي معبد على الإطلاق. حاجة واحدة فقط، الأصنام التي كانت حول الكعبة يوم الفتح التي كسرت. طيب ليه؟ لأن دي كانت هي اللي بتتعبد. ليه الأصنام؟ لكن النبي كسر الأصنام. نعم، بس فين الأصنام التي كانت تتخذ آلهة حول الكعبة عند فتح مكة؟ إنما في العراق، في سوريا، في الأردن، في لبنان، في فلسطين، في مصر، في الهند. لم يدخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلدا فتعرضوا، بل بالعكس حافظوا على جميع الإيه؟ جميع الآثار. ما فيش في مرة إنما فقط. يبقى العلة بقى في الأصنام والأوثان إنك أنت تعمل تمثال والناس إيه؟ تعبده. ده فكسرت الأصنام حول الكعبة لأن المشركين والكفار كانوا يعبدون هذه الإيه؟ هذه الأصنام. طيب، لكن في كل البلاد التي فتحها المسلمون لم يتعرضوا على الإطلاق لأي أثر من الآثار، بل حافظوا على جميع الحضارات. في فتاوى تانية كان طلعتها برضو جماعات متطرفة عشان تتخذ سرقة الآثار، سرقة الآثار وسيلة لتمويل عمليات الإرهابية. فكان الناس تطلع فتاوى لك بيع وطلع الخمس لله وحاجتك رزقك. الكلام ده قال به بعض الفقهاء قديما صحيح، بس ايه؟ لا كان في وزارة آثار ولا كان في متاحف ولا كان في حد بيبحث عن آثار، فهي حاجة ما كانش لم تدخل في الملكية العامة. فكان الراجل يقول لك طب لو لقيت حاجة خلاص في الركاز الخمس. بس خد بالك، لا في آية في الكلام ده ولا في حديث في الكلام ده. ده الفقهاء اجتهدوا في ظروفهم لما ما كانش في حد معني بهذه الآثار. زي هقول لك حاجة تانية، في حديث على يقولوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له ظروفه من يعني بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجات بفعلها بصفته نبي مبلغ عن الله فقط، جانب دعوة زي الصلاة والصوم تعملها زي النبي ما عملها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو النبي وهو رئيس الدولة وهو قائد أعلى الجيش وهو قائد أعلى الشرطة
هو قائد أعلى القضاء، ففي حاجات كان بيتصرفها بصفة نبي ورئيس دولة، فتاخد حكم تصرفات رئيس الدولة. زي قال إيه؟ من أحيا أرضا مواتا فهي له، يعني اللي استصلح أي قطعة أرض تبقى بتاعته. هل ده كان حكم شرعي ديني ليوم القيامة، أو تصرف فيه بصفته نبيا وحاكما من مصالح الدنيا، له اعتبارات الدنيوية؟ هم كان في مكة ما فيش زراعة، معظم أقواتهم بتيجي إما من اليمن وإما من العراق وإما من سوريا رحلة الشتاء والصيف، الشام واليمن، عايز يشجع الناس. الجزيرة العربية أرض واسعة جدا وعدد السكان قليل، عايز يشجع الناس تعمل بالزراعة، كانوا يأنفون من العمل بالزراعة، قال اللي يستصلح قطعة أرض ياخدها. هل يجي حد الآن من مافيا الاستيلاء على الأراضي يحط لك إيده على 1000 فدان أو 10000 فدان يقول لك يا كفو يا ظلمة يا اللي مش عايزين تحكموا شرع الله؟ النبي قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، أنا مش هدفع ومش هقنن ومش هدفع حق الدولة ودي أرضي. لا، ده مما ينظمه شؤون الحكم، والنبي تصرف فيه بصفته حاكم ورئيس دولة، فكان في وقته ده كده. طب لو دولة، لو دولة الآن أنا كنت في إحدى الدول، عدد سكانها 17 مليون ومساحتها قد مصر 3 مرات ومعظمها أرض زراعية، طب الراجل عايز يشجع الناس تزرع، الحكم مختلف. أنت هنا بقى عندك لا حق الدولة والتقنين، يبقى ده تصرف، ده بنسميه في أحكام ثابتة العقائد والعبادات، وأحكام متغيرة تتغير بطبيعة الزمان أو المكان أو الأحوال، وليس فيها حكم ثابت ما يتصل بشؤون الناس، إقامة الدولة. فالآن دولة زي مصر تنفع تيجي واحد يقول لك أنا هاخد الأرض اللي أنا استصلحتها؟ لا، لأن ده مما ينظمه شؤون الدول، والنبي تصرف فيها بصفة رئيس دولة، لأن أيامها ما كانش فيه شيخ بيفتي ورئيس دولة، ده تصرف. فالفقهاء اللي تحدثوا في بعض الكتب هتلاقي كلام موجود بس بظروف عصرهم هم. زي اقول لك على حاجه، لبس النبي صلى الله عليه وسلم، هل اللي ما يلبس الجلباب الان يقول لك النبي لبس الجلابيه؟ قول له طيب النبي ما يركبش عربيه ولا طياره؟ هل تيجي تقول لي انا مش هركب الطائره لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب الطائره؟ النبي ركب الوسيله اللي كانت متاحه ايامه، ولبس اللبس اللي اهله كان بيلبسوه. لو كان النبي جه لا اهله بيلبسوا بدل وقال لهم لا 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 البدل دي كفر، اخلعوا البدل وهاتوا الجلاليب، كنت تقول لا ده النبي نهى عن لبس البدل. لكن ده هو الموجود اكلوا منه وركبوه واستعملوه. يبقى واحد كان مش هاكل بالشوكه والسكينه، لان النبي ما كانش بالشوكه والسكينه، ومش هركب العربيه لان النبي لم يركب السيارة. هذا كلام على الإطلاق لا يقول به عاقل، لأن في ده بقى، وده إجماع العلماء، العادات واللباس والطعام والشراب ووسائل الحياة تتغير بتغير العصر وظروفه. الآن زي ما تم تقنين أراضي الدولة ولا يتم التصرف فيها وحد يستولي عليها ويقول لك خلاص ده النبي قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، نقول له الحديث ده كان له سياقه وظرفه التاريخي ولم يكن حكما يعني عاما، وإنما كان مرتبط بهذه الحالة. يبقى نيجي نقول له أيضا بما إن الآثار زي ما الأرض ملكية عامة، الآثار ملكية عامة لا يجوز بيعها. وبالمناسبة انا بنأكد اهو ان من يستولي على اي اثر يلاقيه في بيته، يلاقيه في ارضه، يلاقيه في اي مكان، يأكل حراما وسحتا، فضلا عن مخالفته القانونية. يعني هو من ناحيتين، من ناحية القانونية مخالف، ما بعد لك عامل شعب القانون، القانون ده هنعرف نخلع منه ونفلت. بتقول له انت تأكل حراما وتأكل سحتا، لان زي ما الارض العامة ملك لكل افراد الشعب، الاثار نعمة من الله. اقول لك ايه الفرق، انا عايز اسال سؤال، ايه الفرق بين واحد يطلع في عنده قطعة ارض يلقى فيها بير بترول او يطلع فيها بير غاز؟ هيقول لك البترول ده بتاعي عشان البترول لقيته في ارضي انا اللي بيع البترول، ولا ده منافع عامة؟ هي نفس القصة،
زي البترول زي الغاز. لو واحد عنده 100 فدان وطلع فيها حقل بترول حقل غاز، هو ممكن ياخد اجراء ارضه، لكن ده ملك عام للدنيا كلها. كذلك الاثار، فلا يجوز باي حال من الاحوال لا بيع الاثر ولا البحث عن خارج اطار القانون وما عليه القانون في ذلك وما عليه الايه الشرع. اصبح لك يا عم ده حقه احنا يعني، لا مش حقه، ده حق ملكية عامة لجميع ابناء الشعب. فلا يجوز لاي انسان بيع الاثر او الكشف او البحث عن خارج اطار القانون. وانت عندما تحمي القانون تحمي الدين معا، يعني انت بتطبق الدين وانت بتحمي القانون، ولو انت سبته فانت تخالف القانون وتخالف الدين ايضا، اذ لا يجوز الاعتداء على الاثار لانها من باب الملكية العامة وليس من باب الملكية الخاصة. يبقى لا هي اوثان ولا هي اصنام لانها لا تعبد، ولا يجوز الاعتداء عليها ولا الكشف على الاثار ولا البحث عنها خارج الاطر التي حددها القانون. هنا ضن ايه بقى؟ ضن حماية القانون. وعندما نحمي القانون نحمي البلد ونحمي الشارع. طب لا قدر الله وانت بتأدي واجبك وتعرضت مع جماعة من اللي هم التجار العصابات ودافعت فاستشهدت فانت شهيد. يعني انت بتدافع لانك بتحمي البلد، وحماية البلد حماية للدين والوطن. لو حد استشهد في اي عملية اجرامية بتقوم بها عصابات تهريب الاثار او الكشف عنها فهو شهيد، وليكن مطمئنا الى ذلك تمام الاطمئنان. الجانب الاخر قضية السائح، من يستهدفون السائحين؟ هو ما فيش بينه وبين السائح صقر ولا حاجه، ولا هو قصده السائح، هو قصده البلد. من يستهدفون السائحين او يستهدفون دول العباده؟ زي الجماعه الجماعات الضاله اللي بتستهدف الكنيسه. هو لا يعني الكنيسه ولا الجامع، بدليل ان اللي بيستهدف الكنيسه هو اللي قتل عشرات المصلين في مسجد الروضه في بئر العبد، فبيستهدف المسجد وبيستهدف المسجد. هو لا يعني المسجد ولا الكنيسة، ويعني أمن البلد واستقرار البلد. ولذلك قلنا إن الدفاع عن الكنيسة كالدفاع عن المسجد الاثنين، لأن المستهدف هو البلد. ومن مات منا وهو يدافع عن الكنيسة مات شهيدا كمن مات منا وهو يدافع عن المسجد. وانا اقول ده وانا القى الله بي وانا مطمئن، لاني بلا هذا تنقلب البلد الى فوضى. من مات هو يدافع عن الكنيسة كمن مات هو يدافع عن المسجد. قد يكون حراستك في منطقة على كنيسة اثرية او غير اثرية. ايضا السائح، هو لا يقصد السائح، هو يقصد امن البلد. فانت وانت بتدافع انت تدافع عن بلد وعن دين، لان انا اقول لكم وده بيقين، مصر هي القلب النابض للخطاب الديني الصحيح والمستنير، والعالم كله يقدر ان مصر هي خط الدفاع الاول عن الفكر الديني الوسطي المستنير. فما يصيبها من عوامل القوة يقوي دعم هذا الفكر، وما يصيبها لا قدر الله من ضعف يضعف كل العالم الإسلامي. فأنت تدرك أنك تدافع عن دين، قضية دين وقضية وطن يحمل عاليا لواء الدين. ولا أعلم في هذه المرحلة بلدا يحمل لواء الفكر المستنير كما تحمله مصر. وكما قال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، مصر هي التي صدرت علم الإسلام حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام. وأخيرا الحمد لله في الأيام دي بتطلق الهيئة الوطنية للإعلام قناة جديدة مصر قرآن كريم. ف عندك
إذاعة القرآن، قناة القرآن، وقلت إن بلدا فيه الأزهر الشريف وأكثر من 1,100 مئذنة تصدح بالحق ليل نهار، لا يمكن لأحد أن يزايد على تدينه وعمله لدين الله عز وجل. نيجي بقى قضية السائح، كان الحال في أخطاء فادحة. من أهم هذه الأخطاء كان بعض المرشدين لك أنا أدخل ساحة وفنادق. ليه؟ يقول لك أنا بذاكر كويس عشان أعرف أكلم السياح في الدين، وكأن كل ما يعنيه أن الراجل يدخل هنا على دينه يطلع مسلم. مش ده رسالتك أنت، مش أنت، لا أنت مفوق، لا أنت الداعية. أنت ممكن تبقى داعية بس مش بالكلام، بأخلاقك. أنت عايزك، قالوا حال رجل في 1000 خير من كلام 1000 لرجل. أخطر حاجة إنك تكلمه وأخلاقياتنا ضايعة. هناخد حتى لا نطيل في الواقع الموجزة في عدة نقاط. أولا قضية الصورة الذهنية للأفراد والمجتمعات. أنا أقول لكم على حاجة الآن، القضية الذهنية في الثقافة والفكر والالتزام والأخلاق والانضباط كالصناعات أو أي شيء. أنت الآن لما تيجي الراجل يقول لك أنا عندي منتج ياباني ومنتج لأي دولة، تقول له وأنت من غير ما خلي بالك ممكن في صناعات تبقى فيها دول أحسن من اليابان. يعني أنت ممكن يبقى في منتج ياباني متفوق في حتة، بس في منتج تاني أسباني متفوق في حتة تانية، منتج إيطالي متفوق في حتة تانية. بس بما إني الصورة الذهنية للمنتج الياباني بقت في ذهن الناس ان اليابان من اعلى درجات الاتقان، انت بدون ما تفكر تقول له هات لي الياباني. يا عم انا جايب مطور ياباني، لانك الصورة الذهنية اللي بنيت عن اليابان، الصورة الذهنية للصين الان بتتعدل، بس جت في فترة الصين كانت بتنتج نوعين من الصناعات، صناعات متقنة جدا تروح السوق الامريكي والسوق الايه الاوروبي، وصناعات تانية كانت تروح للدول العالم الثالث او الناميه. فكان لا عم الصيني لا، لان هو كان واخد الانطباع، مع ان ممكن يكون في حاجات صيني في ايامه. فالصوره الذهنيه اللي بتتكون عندك وحدك، البلد دي بلد امن، خلاص الصوره الذهنيه، البلد ده فيه مخاطر، البلد دول، الصوره الذهنيه دي، هل كده حد هتنام؟ عشان كده كنا نقول ايه، امتى صورتنا الذهنيه تتصحح كعالم متحضر؟ لما يبقى عندي اطباء عالميين، ناس في الطب اعلام. وديكم شفتوا امس تكريم الدكتور مجدي يعقوب، عندي اعلام في الفيزياء، في الهندسه، اعلام في الدين، عندي جيش قوي، عندي شرطه قويه، عندي مؤسسات دوله قويه. السياحه دي بقى من اكثر من أف... عندي منتجات قوية مع الوقت، منتجات قوية. الصورة الذهنية في صورة كلية بس بتتجمع من مجموعة ايه؟ صورة جزئية. الصورة الجزئية دي من اكثر ما يبني. عندك مثلا نجوم في الرياضة، في اي يعني، بتلاقي دول بيدي انطباع عن ان ده شعب متقدم او متحضر. الصورة الذهنية من أكثر ما يبني الصورة الذهنية عن حضارة الشعوب أمران، السياحة والآثار. هقول لكم، إحنا بنعمل مؤتمرات دينية، بنجيب مئات من العلماء. أنا لو جبت وقعدت في الفندق وطلع من الفندق على بلده، مش هتفرق معايا الفندق جوه مصر ولا جوه الاردن ولا الجزائر ولا السودان ولا امريكا، لانه في النهايه بقى محبوس بين اربع حيطان. احنا تلتين المؤتمر بنعمل لهم جولات سياحيه. ليه؟ المحاضره دي ممكن تتنسي، لكن هو لما يروح يشوف الاهرامات على الطبيعه، ويشوف المتحف الكبير على الطبيعه، ويشوف المساجد بتاعتنا على الطبيعه، ويجي يشوف جامع سيدنا عمرو بن العاص مع الكنيسه المعلقه مع المعبد اليهودي وتعانق الاديان على الطبيعه، هو ده اللي بينطبع في ايه؟ في الذهن.
فالجزء من اكثر ما يبني اثار الامه ومعلمها الطبيعيه. يقول لك ده انا رحت شفت في مصر القلعه وشفت كذا، ورحت الغردقه ورحت اسوان ورحت معبد فيلة ورحت معبد الاقصر، فبتتبني صوره ذهنيه ان الشعب ده عظيم وله تاريخ عظيم. اتنين بقى، وده المهم بقى، وده اللي محتاج يتعمل له شغل عالي جدا. السائح من اول ما ينزل لاخر ما يمشي، من اول استقباله في المطار الضابط اللي بيقابله يبتسم في وجهه مهما يكون مجهد او تعبان، ده له حق انك تقابله وكون ميسر ليه من اول اجراءات استقباله. بعد ذلك انتقالاته، الفنادق، المتاحف. ولذلك يجب ان نخلص كما قلت، اتكلم سياده المساعد ربنا يحفظه، اقول له يجب ان نخلص المناطق السياحيه والاثريه من اي مظاهر تسيء لحضارتنا. مثلا ما ينفعش يترك اي متسول او اي باع جائلين، اللي هو التسول يعني او الابتزاز او البيع بالاكراه في منطقة السياحية. حاجة تانية، ودي كانت يجب ان تعاقب معاقبة واضحة، كان بعض الناس يبقى سائق الباص بيعهم لمزار معين وياخدهم عليه وعارف نسبته ويستغلهم، يركب التاكسي، كان التاكسي ده لما يشوف واحد جاي من دولة عربية لو الموضوع كان بعشرين جنيه يقول له 200 جنيه لانه بيستغل استغلال السائح. اولا من ناحية الوطنية ليس في اي درجة من درجات الوطنية، ده لانك بتسيء لبلدك. دينيا قمة الحرمة والاسم انك تستغل اي انسان باي حال من الاحوال او تبتز اي انسان. فانت يجب ان يعامل كما تعامل يعني ركب معك التاكسي 20 جنيه يبقى 20 جنيه، يعامل بما يعامل به عامة الناس، مش لانه واجب الا الحاجات المحدده قانونا. يعني مثلا تذكره الدخول للمصريين ب 50 جنيه للاجانب ب 50 دولار، دي حاجه محدده ومعروفه، انما انت مش تقدم له خدمه لا تقدم له الخدمه بضعف ثمانيه. وواجب شرطه الاثار والسياحه والاثار انها تحمي السائح من هذا بقى، انها تحميه وتضاعف العقوبه، وحتى لو اضطر الموضوع الى تعديل تشريعي يجرم ابتزاز السائح او التعامل مع السائح بما لا يليق، حتى واحتاجنا لتعديل تشريعي ان اللي يبتز السائح يبقى فيها عقوبه رادعه، لان دي صوره بلد وليست اخلاق الناس على الاطلاق. يبقى حمايته من الابتزاز، حمايته من المتسولين. الجانب الاهم، لما احنا ننظف بلدنا والسائح من اول ما ينزل لغايه ما يمشي يشوف الناس بتحترم قواعد المرور، الناس بتحترم خطوط السير، مفيش زباله، فعلا شعب متحضر. اصل محدش، خلي بالك مفيش حد هينجح لوحده، انت ممكن تبقى بتامن السائح بس يبقى طول ما هو ماشي عفوا يعني على طريق لا يقوم قمام يقول لك ده بلد متخلف. يبقى لابد منظومه متكامله في نظافه بلدنا، في نظافه اماكننا. حاجه ثانيه ودي مهمة جدا، المراقبة الشديدة لتصنيفات الفنادق، خمس نجوم يعني خمس نجوم يعني، وله امكانيات ومواصفات. الحقيقة احنا من التجربة الواحد نزل اماكن كثيرة عالمية، في ناس انا رحت مرة في باريس، واذكر مرة سيادة السفير كنت انا ومعايا اتنين تانيين نازلين في فنادق مختلفه بالنص كده، قال لي العربيه بتاع السفاره هتيجي عندك مثلا الساعه 8:30، هتبقى عند فلان 8:30 و5، هتبقى عند فلان 9 إلا تلت. بص مفيش ثانيه، وخلي بالك بقى ما ينفعش يقول لك هيجي لك 8:30 تنزل له 8:30 و5 انت، لانك هتربك له كل المنظومه. انا اذكر والله الراجل يجي الصبح بعد ما تطلب الفطار، بعد ما تطلبه يقول انت طلبت، بيحدد دلوقتي بناء على الطلب، قال لي 12 دقيقة ونص، الغدا قال لي 37 دقيقة،
هو لو جالك على 5 و7 مش هتأخر ثانية، ولو جاء عند 35 مش هيرن الجرس. خد بالك لو جاء قبل ليه؟ ما هو انت في 37 دول، ما هو الناس ذاك ما بتضحش شوية ما بتلعبش، ممكن يكون هو دخل ياخد حمام، ممكن في 37 دول هو بيعمل مكالمة لانك انت عارف، فانت عارف ان بعد 37 ده الجرس هيرن. هو لو جاء بعد 35 بيقفل دقيقتين قدام باب الغرفة او السويت لغاية ما يجي 37 ويرن عليك في 37، وجيت كاتب انا رايح بالعمامة رايح باريس وكنت اول مرة انزل وعنده برج ايفل، فانا بقى بتخيل اليك وانا ماشي الناس كلها تقول لك الشيخ ده جاي منين والدنيا، ولا واحد باصص عليك، لا انت بقى لابس هندي لابس صومالي لابس مصري، كل واحد مشغول بس بحاله هو، مش مشغول بالاخرين بيعملوا ايه. اللي هو بقى النبي علمنا فيه من حسن اسلام المرء تركه مالع، انما ده انت هنا مجرد ما تشوف حد ده يعني تعرف بيسموه ايه، يعني ما عارفش يعني مش عايز اقول اللفظ الوحش، تلاقي مثلا لو واحده سائحه جايه او سائح جاي كان البلد انت بتنتهك خصوصيته، ان لما الاقي الناس كلها بتحد النظر اليه انت بتنتهك خصوصيته الشخصيه. ولذلك كتب لماذا تقدم الغرب، لماذا تقدم الغرب؟ احترام المواعيد، احترام الخصوصيات، مش تقول للراجل الرحله بعد نص ساعه وسواق الاتوبيس قاعد. اظهر في موقف كده يعني مره واحنا كنا رايحين عمره، فمعانا سواق اتوبيس واحنا بقى كانت الرحله كانت صعبه وكنا رايحين بري، ده زمان يعني تقريبا سنه حاجه و90 92 كده، فالراجل واخد ايه في التاكس في البتاع بتاعنا واخد جوزه معاه ويعمل عمر وحط الجوزه في الاتوبيس، جينا في المملكه احنا ما صدقنا الجوازات خلص، الدنيا طارت لما نخلص الجوزه نبقى نطلع، فممكن سواق اتوبيس تضع عليه قاعد يشرب شاي وسايب لا ده انضباط السائق، انضباط المواعيد، كل شيء. بقول لك الغدا بعد 37 دقيقه لا هيجي لك 35 ولا 39 شغل، ده عشان كده الناس دي نجحت، الناس دي تقدمت لانها انضبطت. ولذلك ان اللي قاله الشيخ محمد عبده قال انا ذهبت الى اوروبا فوجدت اسلام بلا مسلمين، يعني الناس بتطبق دينهم مش مسلمين. اللي بيقول لك 37 ده يجي لك 37 ده بيطبق الاسلام، واللي ما بيبصلكش ده بيطبق الايه؟ الاسلام. وقال جئت الى هنا فوجدت مسلمين بلا اسلام. الراجل ما فيش حاجه بتطبق، احنا ديننا دين النظافه وما بننظفش، وديننا دين الصدق والناس ما بتصدقش، ده مشكله كبيره جدا جدا جدا. عشان كده بقول احترام خصوصيه السائح. انت بقى عايز تخدم دينك، عايز تخدمه، تعامل السائح بامانه وبصدق وما تبتزوش وما تبيعوش لحد وما تدخلش في خصوصياته وما تأذيهوش ولو بنظرة، ولو لقيت حد بيأذيه يعني تبقى انت ايه واقف. زمان ما برضه للاسف ده ناتج عن ايه؟ ان احنا فاهمين ديننا غلط. كنت بدرس في احدى كليات التربيه في سلطنه عمان ولقيت الشباب المتحمس، الولد بتاع الفيزياء داخل بدل ما يشرح فيزياء يشرح دين، وبتاع الكيمياء يشرح دين، وبتاع الرياضيات يشرح دين. طلع هو انتوا فاكرين كده انتوا بتخدموا الدين؟ ده انتوا بتضيعوه. هو انت لما تطلع واحد لا يفهم كيمياء ولا فيزياء ولا رياضه ولا لغه، طب انت هتطلع واحد، ده انت هتطلع مجتمع حصه الدين لها دين لا حصتها. جيت اقول له لا. انت بتاع الفيزياء عايز تخدم دينك بجد بصدق؟ عايز تخدم دينك؟ قد مهمتك علم لي الولد فيزياء، لو علمته فيزياء يبقى انت خدمت دينك وادين له حصه ثانيه مش بتاعتك، لكن لو انت علمته الدين كله ما علمتوش الفيزياء انت بتاكل سحته وما ادتش واجبك. طب وانت بتاع الكيمياء علمه لي كيمياء، وانت بتاع الرياضيات علمه الرياضيات. ديك فاكر لما يقلب الحصه دين بيعلمه، هو مش فاكر ان هو بيضيعه. عشان كده ده اللي بنقوله بقى، انت مهمتك ايه؟ عايز تخدم دينك؟ انت مهمتك تامن الساح امنه كويس، مهمتك تحميه من الابتزاز تحميه كويس،
لو انت عملت ده وما اتكلمتش ولا كلمة الراجل هيرجع يقول لك يا سلام. يا ناس دي القيم دي كانت لها منين؟ هو اللي يقعد يفكر. اندونيسيا اكبر دولة اسلامية ولا حد بعت لها مشايخ ولا حد بعت لها جيوش. ستة من التجار تعاملوا بالصدق والأمانة. الناس بدأت تقول لك احنا ما شفناش ده. طب الناس دول اللي خلى فيهم الصدق ده والأمانة ده دينهم. فدخل الإسلام أندونيسيا عن طريق هؤلاء. أنت بقى تاني حاجة بالمناسبة هتقول لي أنت مش قصتك من يسلم ومن لا يسلم، ده أمر إلى الله. أنت قصتك إنك تبقى صادق مع الله في اللي أنت في نموذج أنت. أنت تبقى صادق، تبقى أمين، تبقى نظيف، تبقى مثقف، تبقى راقي، يحس انك خايف عليه لو في سائحه، خايف عليها كزوجتك او كاختك لو في سائح، خايف عليك كما تخاف على نفسك. في الحاله دي تبقى انت بجد تخدم دينك وتخدم وطنك. وبنقول ان السائح بمجرد ان يدخل بلدا خدمه دخول عهد امان لحمايه نفسه وعرضه وماله وحسن معاملته. ده اللي انت بقول. وقد قالوا حال رجل في الف خير من كلام الف الرجل. فالناس لا يصدقون الكاذب ولو خطب فيهم الف خطبه. اذا كان هو كذاب هتصدقوا ازاي؟ ولا ياتمنون الخائن وإن أعطاهم ألف عهد وميثاق. يجب أن يكون لنا وجه واحد ظاهره كباطنه وليس لنا وجهان، مع تأكيدنا أن السائح بمجرد حصوله على تأشيرة أو إذن الدخول يصبح تأمينه والحفاظ على نفسه وماله ومتاعه وحسن معاملته واجبا شرعيا وطنيا. آخر حاجة أختم لكم حاجة كده ظريفة عشان كيف نفهم الدين فهم صحيح. هل زي الناس اللي حصلت الدين في جانب شكل فقط ولا الدين سلوك؟ في ناس تشددوا عند جانب الشكل واهملوا جوهر الدين. فواحده فقيهه لقت جماعه متشددين قالت لهم من سيدكم؟ شيخكم مين؟ قالوا شيخنا فلان. سألته سؤالين، كيف تأكل؟ قال لها كلام صح، مش ده كلمة غلط. أسمي الله، إذا أكلت سمي الله وكل بيمينك. قال أسمي الله وآكل بيمين وآكل مما يليني من قدامي، كل ده صح. وأصغر اللقمة وأحسن المضغة الهضم. قالت ما هكذا يكون الاكل. قال لها ازاي؟ ايه اللي عندك ده؟ ده كله وقول صحيح. قالت له انت نظرت الى الشكل واهملت الجوهر. قال لها ايه الجوهر اللي عندك؟ قالت له كل حلالا وكل كيف شئت. لو انت بتاكل حلال ونسيت البسمله مفيش حاجه، ان قلتها لك الثواب وما قلتهاش ما عليكش حاجه، بس المهم يبقى الاكل ايه. طب هات واحد بقى بياكل سحت وبياكل حرام وقرا القران كله على الاكل قبل ما ياكل، سحت يهلك جسده. يبقى العبره مش السنن والاداب جميله ونطبقها، بس قبل السنن والاداب الجوهر، انت بتاكل حلال ولا حرام؟ كل حلالا وكل ايه كيف شئت. قالت له كيف تنام؟ قال لها اخذ بطرف ثوبي فانظف فراشي واضجع على يميني واقرا اذكاري، كل ده بعمله قبل النوم. قالت له ما هكذا يكون النوم ايضا. قال لها طب ازاي؟ قالت له كالاولى، انت اهتميت بالشكل. قال لها ما ينام ازاي؟ قالت له نق صدرك من الحقد والغل والضغائن ونام كيف شئت. طب لو واحد قلبه سليم الصدر
تجاه الناس، يحب يخلي الناس وما بيأذيش حد، ونسي يقول اذكار النوم ما عليهوش حاجه. طب انت بقى جماعه اياهم يا اخي الضجي على يمينك اقرا، وبعدين ماذا سنصنع في فلان غدا، وكيف سنعطل فلان، وازاي ندمر العمليه دي. يبقى ده، هل هذا هو الدين؟ إذن الدين ليس شكلا وليس مغالطات، الدين حقيقة فيما بينك وبين الله، في أن تكون أنت حريصا على مرضاة الله. ولكن للأسف الشديد حصلت مغالطات كثيرة، وحاولت الجماعات المتطرفة والمتشددة أن تأخذ الناس إلى جانب الشكل، حتى لو فقط، حتى لو كان على حساب الجوهر والمضمون، وأن توظف كل جهودها للولاء للجماعة، فمصلحة الجماعة فوق مصلحة الدولة، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة والدين، يستحلون الكذب في الوصول إلى أهدافهم، لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة. أهم حاجة أقول لك نسعى التمكين، ولما نتمكن نبقى نرقي، والتربية فقط على الولاء والانتماء للجماعة. كل هذا شغل الناس عن الفهم الصحيح للدين. الأمر الآخر، وده اللي بيناه الكتاب ده اللي هو الفهم المقاصدي في 4 صفحات، مهمة جدا لابد نقرأهم. تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الدولة، اهي صفحة 89، تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الدولة صفحة 89، هم تقريبا 6 صفحات تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الدولة، وأيضا سنن العبادات وأعمال العادات. في حاجة عادة، في حاجة عبادة، الصلاة عبادة، صلي زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيصلي. لكن اللبس عادة يستر العورة ويراعي الذوق العام، لأننا عندما نفهم الدين فهما صحيحا يمنعنا من الزلل والشطط. ولذلك بأكد على نقطة مهمة جدا، في فترة كده معينة، يمكن في اخر القرن العشرين، في العقدين الاخيرين وبالذات العقد الاخير، حدثت اخطاء، فهم خطأ ان التدين يولد التطرف، واعتبر البعض ان كل المتدين مشروع متطرف، فبدأ التضييق على التدين خشيه ان يؤدي الى التطرف، فازداد الامر مأساة. علاج التطرف ليس في منع التدين، يجب أن نفرق بين التطرف الذي هو باطل والتدين الذي هو حق، ونؤكد أن التدين الصحيح هو أفضل الوسائل في علاج التطرف. ليه؟ لأن الإنسان متدين بفطرته، وقد قالوا المناطق يعرفون الإنسان بأنه إنسان ناطق، وده تعريف في الحد، وبعضهم يعرفه الخاصة فيقول إنسان متدين، وهذا التدين لابد أن يجد الفطرة السليمة. فلو أنت ما علمتوش الدين الصح، هيروح للجماعات المتطرفة ياخد منها المعلومات الخاطئة. ومن هنا نؤكد أن علاج التطرف يكون بفهم الدين فهما صحيحا، وإفساح الطريق أمام العلماء والمؤسسات الدينية الرسمية الوسطية لتعلم الناس صحيح الدين. فإذا ما عود عليه التطرف يبقى فاهم، لأنك لو أنت جيت هنا وقلت له إن حماية الآثار واجب وإن الآثار دي مش أصنام، لو هو فهم ده يجي حد يقول لا إحنا الصحابة لك فأنت حصنته. لكن لو أنت خفت عليه من التدين أصلا، وأول واحد يقول له أنت بتحرس صورة أصنام، يا أخي والله فعلا دي أصنام ومش عاجب، ويخلط له الأمور، ده السائحين دول يعني جايين يعملوا كذا، وجايين يعمل في أجهزة الدولة، هذه شغلة انت كل واحد يؤدي يؤدي المهمة المكلفة. لو في بقى مخاطر دي مش شغلتك، لا أجهزة تانية،
معاقبة أجهزة الاستخبارات وأجهزة، لكن أنت دورك قف عند الضوء الذي حدد لك. التاني ده مفترض أن أنت وجدت شيئا بحسك الوطني مقلقا أو مريبا، دورك أنك تبلغ رؤسائك بما رأيت. يعني يوم أنت بتلاقي حاجة مش طبيعية يبقى دورك فقط هو إبلاغ رؤسائك بإن أنا لاحظت 1، 2، 3، 4، ولا تعد المهمة التي كلفت بها. نسأل الله لنا ولكم كل السداد والتوفيق، وسعدت أن أكون بينكم هذه اللحظات وهذه الدعوة، ونتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.